أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بعد انقشاع ضباب خاصة على وجهها الساحلية الوسطى وكذلك الشرقية، أجواء مشمسة. لكن خلال الأمسية إن شاء الله السحب ستنتشر كمياه رعدية ستخص المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الغربية، خاصة الغربية، احتمال بعض الزخات من المطر، هبوب رياح قوية على الواجهة الغربية خاصة على المرتفعات والهضاب، باحتمال لتطاير بعض الرمال بالجنوب، أجواء رعدية كذلك مع احتمال بعض الزخات من المطر أواخر النهار على منطقة الثورة، رعدية على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى جنوب مرتفعات الهوكار والتسيل. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد مقاييس ما بين 14 لغاية 15 درجة على الواجهة الساحلية، 11 درجة على ولاية الجلفة، 20 درجة على شمال الصحراء، 30 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد ارتفاع لدرجات الحرارة من جديد تقريبا على جل المناطق الشمالية خاصة المرتفعات، ننتظر 36 درجة على معسكر غليزان وشلف، 30 درجة على وهران وحتى على تلمسان تيزي وز والبويرة، 31 درجة على العاصمة، نفس المقياس على بسكرة المغير وتوغرت، ترتفع لغاية 42 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة شرقا لكن معتدلة على السواحل الوسطى وكذلك السواحل الغربية ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية. وقت غروب الشمس اليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:30. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.